أحب أبارك للعنابي، مبروك للعنابي، اليوم تابعت المباراة. وش تبوني أقول؟ يعني والله لعب حركات عليهم، مدري أنا المدرب هذا معلم الفريق القطري شلون يسوي تكتيكات، وهذا الدريبلينج واللي هذا اللي شات الكرة براسه، واللي قاعد يلف ريلة على الكرة هيك حوالين الكرة مصورينه، وقاعدة أحاول أتكلم قطري لأني يعني I love this country، وأنا عايشة طول حياتي هون طبعا. ففعلا فعلا فرحت، وكانت فرحة حلوة يعني ممتعة، وروح رياضية. والله يعني جيم 5-0 والله، وكانوا بدهم يجيبوا السادس كمان كذا مرة، بس الظاهر ان الكوتش بعد ما ضمن الفوز تقريبا، يعني ضمنه تقريبا 100%، غير الفريق. يعني اول ماتش، اول هاف، كان الفيرست هاف كان يعني اللعيبة اظن معتز وعزيز I think، والهيدوس هدول كلهم لاعبين يعني. and in the second half كان يعني الجولجي، لا مش الجولجي، الواحد اللي بدخل الجول، انه اللي بدخل جوال كتير، يعني الكوتش خلاه يرتاح للأذر جيمز يعني. that's what I think يعني، حسب اللي فهمته. إيش كمان صار؟ it was يعني such a beautiful game. بكرة مصر والأردن مش عارفة متى، بس ال next game مصر والأردن رح تصير مضاربات. أنا أهلي بيقولوا لي إنه تعالي نروح نحضر جيم، إنه سجلي روحي مع أخوكي وهيك، بس أنا مو راضي أروح. بحكي لهم ما بروح جيم إلا لو الواحد من المنافس سوداني، لأنه السودانيين على قولة شسمه هاي تبع جوشو، هذا يوسف تبع جوشو، أظن اسمه يوسف تبع جوشو، حسب اللي هو حكى إنه السودان لما كانت السودان تلعب ضد مصر كان بيحكي إنه السودانيين يعني أكتر شعب حباب، أوكي، فهم ما عندهم يعني كل الجيمز فيها مضاربات إلا السودان. وطبعا الخليج إخوة وكذا، والأردن مع فلسطين إخوة برضو، ما في مضاربات طبعا، بس يعني I was just joking، it was just a joke طبعا، I wasn't being serious. مش كتير يعني بدي أروح أحضر الجيم، خاصة يعني لو ما معي حدا، إنه بس مع أخوي هيك، فضل إنه أخوي يروح مع أصحابه. anyways هاي بس كانت مباركة وتوثيق للحدث عشان ما ننسى، ومبروك للعنابي والله يستاهلون على اللعب اللي أدوه، يعني حركات وتكتيكات ولياقة والله. يعني صحيح حتى يعني جيم مغرب والجزائر أظن، يعني عن جد كانت عبارة عن مضاربات، oh my god. ففعلا كانت قطر والإمارات جيم كيوت أكتر.